اقفي زيا. يس 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 اي بليف اي كان فلاي. يا سلام يا روعه يا اصدقاء. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة يس بلايس. اليوم جيتكم بفيديو جديد من لعبة ارك سرفايفل ايفولفد. اتمنى ان يكون يومكم بخير يا شباب. انا يومي بخير وعلى خير. هيا بنا لننطلق يا اصدقاء. بالنسبة للعبة ارك سرفايفل اوف ذا فيتست، لقد وضعوها مجانية في ستيم. لمن لديه حاسوب جيد يا شباب ويستطيع تشغيل اللعبة، فقوموا بالذهاب وتنصيبها فإنها مجانية. حجمها يقارب 31 جيجا بايت. لا أستطيع تنصيبها يا شباب مع الأسف، لأن حاسوبي ممتلئ. لذلك فأعتقد بأنه يجب علي شراء هارد درايف جديد لكي أستطيع تنصيب مزيد من الألعاب المميزة يا أصدقاء. بالنسبة لي سرفايفل أوف ذا فيتست الموجودة هنا القديمة، فالسيرفرات فهي غير موجودة، السيرفرات الأوفيسيالية يا شباب. لذلك فأنا لا أستطيع تسجيل أو لعب أرك سرفايفل أوف ذا فيتست. حسنا هيا لننطلق يا أصدقاء. ها قد دخلنا وسط اللعبة الآن يا شباب، هيا بنا لننطلق. صراحة من زمان لم ألعب يا شباب اللعبة، لقد نسيت الديناصورات الموجودة لدينا. يا سلام عليك يا سلام يا سلام عليك يا شباب. هيا فلنأخذ سبيدي يا أصدقاء. يا سلام عليك. ماذا يوجد هناك يا شباب؟ لا توجد ديناصورات شريرة. جيد جدا يا أصدقاء، جيد جدا. يا سلام عليك، لقد تم إضافة ديناصور جديد يا شباب، وهو ديناصور تستطيع الحصول على الخشب بسرعة البرق، وكذلك فيه خاصيات مميزة جدا سوف أقولها لكم يا شباب إذا وجدنا واحد يا أصدقاء، لكنني لا أعتقد بأننا سوف نجده في هذه اللعبة الكبيرة جدا. هناك دروب خضراء يا شباب في تلك المنطقة. حسنا هناك دويدو كوريس. جيد، كم مستواك؟ 16. ضعيف ضعيف يا دويدو كوريس. كم مستواك أنت؟ 4. ضعيف جدا. غاليمي شيء ما يا شباب، لقد نسيت اسمه. يا سلام عليك يا الغاليمي، هذا الشخص فهو سريع جدا، يشبه النعامة في السرعة يا أصدقاء. أعتقد سوف أقوم بالعودة إلى اثنان. جيد جدا، سوف أقوم يا شباب بالعودة إلى المنزل، وأقوم يا أصدقاء بأخذ الأشياء التي نحتاجها، وبعدها سوف أعود لكي نقوم بترويض هذا الغاليمي مو سوريس. نعطيني اللحم. مع السلامة يا كارنو، مع السلامة. حسنا يا أصدقاء سأعود لكم بعد لحظات. وعدنا يا شباب، لقد قمت بإحضار جيجي وجيجا معي يا شباب. ها هو جيجا وها هي جيجي لكي يساعدونني يا أصدقاء. ندخل. حسنا تعالوا تعالوا، هنا هو ذلك القالو القالي ميموس. صراحة يا شباب المشكل الموجود هو أنني لا أعلم إذا كنت أستطيع ترويضه أم لا، لأنه سريع جدا يا أصدقاء. لاحظوا معي يا شباب، عندما سأقوم بالتسديد عليه سوف ترون ما سيحدث يا أصدقاء. مستوى 16. لاحظوا معي يا شباب، هيا 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 اتبعوه. هيا هيا هيا، جيد جيد، ابقى عالق هناك. جيد جيد، ابقى عالق هناك. جميل، هيا هيا هيا.
جيد جيد جيد، لقد قمنا بإصابته. ووو، لاحظوا معي الدماء، لاحظوا معي الدماء، لا أريده أن يموت صراحة. هل هذه ترانك إيروز؟ نعم إنها ترانك إيروز. جيد 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 جيد، يا سلام عليك. لقد سقط أرضا لأن مستوى ضعيف، مستوى 16 فقط. ووو، لاحظوا معي التوربر، التوربر ينزل بسرعة، التوربر ينزل بسرعة البرق يا شباب. يا يجب علينا الإسراع وأخذ العديد من ناركوبيريز. جيد جيد جيد، هيا هيا بنا يا شباب. هيا ووو، التوربر يا أصدقاء، يعطيني الميجوبيريز، شكرا. هل يأكل هذا الشخص الميجوبيريز؟ تيمين، جيد نعم، إنه يأكل الميجوبيريز يا شباب. جيد جدا جيد، جميل. خذ 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 ماركوبيريز، خذ لكي لا تستيقظ. بالنسبة للأكسجين، جميل، الأكسجين يا شباب 180 لا يقوم بالنزول، الأمر رائع جدا. نحن محظوظون يا أصدقاء لأنها قام وعلق في هذه الصخرة يا شباب، لو لم يقوم بالعلق هنا لما استطعنا ترويضها. لاحظوا معي 99.9% بالنسبة للتيمين إفكتيفنس وزائد 7 مستويات. حسنا، الآن ما يجب علي فعله هو أن يجب علي رمي هذه الأشياء أولا التي لا أحتاجها، هذه الأشياء كلها لا أحتاجها يا شباب، هيا فلنقم برميها لكي يكون هناك الحجم يا شباب في جيجي أو جيجا لا أعلم، إنهم يتشابهون يا أصدقاء. جيد، هيا فلنقم بالذهاب يا شباب وإعطاء هذا الشخص المزيد من ناركوبيريز. خذ ناركوبيريز لكي لا تستيقظ، خذ. جيد، حسنا يا أصدقاء، سوف أنتظر هنا إلى أن يتم ترويض هذا الجاليميموس. وسأعود لكم بعد لحظات. وعدنا يا شباب وها قد حصلنا على الجاليميموس، يا سلام عليك. لاحظوا معي، أعتقد بأنه يستطيع القفز. لاحظوا معي هذا التيركس، واه الجاليميموس يقفز، يا سلام عليك. هيا شباب، هيا لقد قمنا الآن بالحصول على الدوسي الخاص بالجاليميموس في هذا الموسم يا شباب. هدفنا هو أن نقوم بترويض جميع الديناصورات الموجودة في هذا الدوسي يا أصدقاء، وكذلك تحضير البلود مادر، سوف نقوم بقتلها ونقوم بترويضها كذلك يا شباب. الآن يا أصدقاء سوف أقوم بوضعها في ندخل. جيد، هنا بالوالد رين تو ميت. جيد، الآن يا شباب سوف أقوم بالمجيء إلى هنا لكي أرى السادل الخاصة بالجاليميموس. جاليميموس السادل، نحتاج إلى السميتي لكي نقوم بصناعتها. أوه الظلام، أوه لقد حل الظلام، هناك دروب في تلك المنطقة، هل نقوم بالذهاب إليها أم لا؟ هيا فلنقم بالذهاب إليها، هيا فلنسبح. إذا كانت قريبة، لكن إذا كانت بعيدة فأعتقد بأنني سوف أعود للمنزل، لا أريد أن أموت يا شباب. هيا تعالوا. جيد، أعتقد بأنها بعيدة يا أصدقاء. نعم، لاحظوا معي، موجودة فوق ذلك الجبل، بعيدة كثيرا. هيا فلنقم بالعودة يا شباب إلى المنزل. هيا هيا تعال، وتعال يا جاليميموس. كم لديك في الحجم يا جاليميموس؟ لاحظوا معي التوربر لا يزال ينزل، لديه 234، لا بأس به، المهم أنها أفضل من الرابتر. الرابتر ليكون لديه حجم ضعيف جدا. حسنا، هيا هيا تعال يا جاليميموس، تعالوا يا أصدقاء. وعدنا يا شباب، لقد وصلنا يا أصدقاء، تعالوا تعالوا، مرحبا بكم، تعالوا يا جيجي، تعالوا جيجي ويا جيجا،
مرحبا. هيا يا غاليما موسيا، لا تقلق، المنزل منزلك. اوه لقد دخل، انه يعرف الطريق يا اصدقاء. ظننت انه لا يعرف الطريق، لقد خم بالمرور من هنا يا شباب. هيا تعال يا غاليما موسيا، تعال ابقى هناك، انتظر اقوم بشرب بعض من الماء. بوم، جيد، ابقى هناك يا غاليما موسيا. هيا شباب نرى بالنسبة للساد الخاصة به ماذا نحتاج. نحتاج الى الهايد والفايبر والوود. اهو الفايبر، اهو الهايد، احتاج الى المزيد من الهايد، اهو المزيد، جيد. احتاج الان الى الوود، نضع سبويل دميت هنا يا شباب. فلنقم بإحضار بعض من الوود بسرعة. جيد جدا يا شباب، الآن سوف نقوم بملء هذه الشاتغان. سوف أعطي للغاليميموس الساد الخاصة به. يا سلام عليك يا غاليميموس، بورد باك سيت. أستطيع الركوب في الوراء يا أصدقاء، يا سلام. وأستطيع كذلك الركوب في الأمام لكي أقوم بسياقته. بالنسبة لسياقته فهو لا يدور بشكل جيد، نسبة الدوران فيه فهي صعبة جدا كما تلاحظون، لا يدور بشكل جيد. لاحظوا معي، لقد دورت لكنه لم يدور، لاحظوا معي، لكنه سريع، لاحظوا معي السرعة. ووو يشبه النعامة يا أصدقاء. سوف نحاول أخذها يا شباب في جولة الآن، فأقوم بأخذ هذه الأشياء منه لأنه لا يحتاج كل تلك الأشياء وهي ثقيلة، فنقوم بوضعها هنا في هذه الثلاجة الاصطناعية. حسنا هيا يا شباب فلنقوم بأخذه في جولة الآن. وو 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 يا سلام، يستطيع القفز، يا سلام. ولاحظوا كذلك السامينة الخاصة به فهي لا تقوم بالنزول بسرعة. يا سلام، هل يستطيع جمع البيريز؟ جيد، يستطيع جمع البيريز. يا سلام، يس، اقفز هيا، يس يس يس، اي بليف اي كان فلاي. يا سلام، هيا روعة يا اصدقاء. واو، كيف للتيركس ان يقوم بالوصول الي في هذا الشيء؟ يا سلام، انه سريع جدا يا اصدقاء، سريع جدا. واو، كم لديه في الهيلث؟ 210 فقط، 149 في الميلي دامج. واو، ماذا يا جايغانتو ماذا؟ هيا فلنقم يا شباب بقتل هذا الدايلو. هيا قم بقتل الدايلو، هيا قم بقتل الدايلو. واو يا شباب، هيا واو، لا يستطيع الهروب، مع الأسف لا يستطيع الهروب. هيا، لا أريدك أن تموت يا صديقي، لا أريدك أن تموت. لا، جيد. بالنسبة للضيل الآن يا شباب، إذا قام بالهجوم عليك فكما تلاحظون فأنت لا تستطيع التحرك. لا، عد، أتمنى ألا تكون هناك ميغا فورانيا، لا أريده أن يموت يا شباب. واو يا أصدقاء، كم مستوى هذا الجيجانتو؟ لا، هيا تحرك. جيد يا شباب، كما تلاحظون إذا أصابك الضيل الآن فأنت لا تستطيع تحرك بسرعة. أحسنت يا غاليميموس، أحسنت. هذا الغاليميموس فهو مميز صراحة للسفر. واو، الله، الحشرات فإنها قادمة، كل شيء يريد الهجوم علي يا شباب. أريد فقط أن أرى كم مستوى هذا الجيجانتو بيتيكس. سوف أترك الغاليميموس هناك. لا، الحشرات، هروب
كذلك بالنسبة للحشرات يا شباب، إذا أصابتني فإن الجاليموموس لن يستطيع الجري على ما أعتقد، على ما أعتقد. وكما تلاحظون فإن عدد تلك الحشرات فهو كبير جدا. هي فلنرى كم مستوى هذا الجيجانتو. 8 فقط، ضعيف. حسنا، هيا يا جاليموموس، هيا، لقد قمنا بتجربتك، لا أريدك صراحة أن تموت، خصوصا أن مستواك ضعيف. سوف أقوم بإعادتك إلى المنزل يا صديقي، هيا لكي نعود إلى المنزل. هيا، جيد، لقد حصل على مستوى. خذ الهيلت يا حبيبي، لديه الهيلت ضعيفة. إذا وجدنا جاليموموس بمستوى جيد فأكيد سوف نقوم بترويضه يا شباب، لا مجال للكسل. هيا فلنجرب يا شباب، هل نستطيع القفز فوق المنزل؟ هيا 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 هي. يا اوه لم نستطع فعلها يا أصدقاء. أعتقد من هنا سوف نستطيع القفز وسط المنزل. هيا فلنجربها. هيا 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 جاليموموس، هيا هيا هيا. يس، لقد استطعنا فعلها يا أصدقاء، لقد استطعنا القفز بالجاليموموس من هناك. جيد جدا يا شباب، ها هو الجاليموموس الخاص بنا. كيف حالك يا صديقي؟ كيف حالك؟ يا أنت بخير؟ لاحظوا معي عيني صفراء. أنا بخير يا ياسين، أنا بخير. حسنا، هيا فلنأتي إلى هنا ونقوم بأخذ صورة شخصية مع الجاليموموس. وكذلك يا الشباب سوف أقول لكم، لقد نسيت، يجب علي استعمال هكذا الآن لأنني قمت بتغيير هذه الأشياء يا شباب. فلنقوم بالدوران قليلا. جيد جدا. حسنا يا شباب، أتمنى أن يعجبكم الفيديو، إذا أعجبكم فلا تنسوا الضغط على زر لايك. أنتظر ردودكم يا أصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.